شباب الحياة. المبادرات الشبابية والعمل الجمعيتي في شباب الحياة على الحياة فام. تسمع فينا على 93.3 الحياة فام إذاعة القرار الصحة عصام الاسكل، ومرحبا بكم اليوم في حلقة جديدة من برنامج شباب الحياة، البرنامج اللي يحاول يهتم بنشاطات شبابنا واللي يحاول زادة يفتح أفاق المستمعين اليوم. وذك عليه اليوم معنا فادي الفطاسي، صانع محتوى. عسلامة فادي، وكيف نجم تعرفنا على روحك؟ عسلامة حمودة، وشكرا أستاذة. باسمي فادي الفطاسي، أنا صانع محتوى، عندي شين يوتيوب وفوتوغرافر. وفيدي انت تو قلت لي كلمه انا مانيش فاهمها بالكدا، صانع محتوى، اش معناها صانع محتوى؟ اش معناها الدومين هذا الكرياسيون دو كونتينو؟ بصناعه المحتوى في اون جينيرال هي توصل الفكره للعباد، معناها من اترافير التكست، فيديوهات، تصاور. معناها هي انك تحاول توصل فكرتك للعباد، تحاول تكون عندك انفلونس زيادة على العباد. ومعناها شكونهم صناع المحتوى في انا دومين نلقاهم؟ اسك نلقاهم كان على التليفون وعلى لي ريزو سوسيو؟ بي صناع المحتوى تنجم تلقاهم على برشا بلاتفورم نتاع في التليفون، ولا كما قلت انت في راديو ولا في تلفزه. ينجم يكون يوتيوبر، ينجم يكون بلوغر، ينجم يكون فلوغر، ينجم يكون انستغرامر، انفلونسر بصفة عامة. وفادي قديه ليك انت في الدومين هذا؟ وكيف بدا الغرام متاعك بالكرياسيون دو كونتينيو؟ نتصور ماهيش خدمة معناها سهلة انك تنجم تمنت فيديوهاتك، تكتب سكريبت بتاع فيديوهاتك، تصور فيديوهاتك. نتصور معناها فما شوية تعب في الخدمة. هي ديجا بديت اليوتيوب عندي عامين، بريسك عامين، اقل من عامين بشهر شهرين. تعب نتعب، اي واحد يتعب في خدمه مش يوصل حاجه بها. ديجا نبدا في مونتاج، نقعد بالنهارين ثلاثه في وانا واحد في فيديو مازلت منتج فيه، وبالرغم من البي سي نتاعي معنا الماتريال كان حد وحد روحه. معناها بالرغم انه الماتريال معناها ما كانش لو توب انك تخليك يواصل، انك تخليك تقدم محتوى معناها قوي برشا، ولكن انا كنت تبع فيك في على اليوتيوب ومعناها حسيت خدمه معناها تبارك الله عليك، خدمه كوريكت، حتى الريزوليسيون تاع ليماج الصون كل شيء مخطوم بالكدا. كيف تعلمتهم انت معناها القدرات هذم انك تنجم تخدم مثلا الصون بالكدا، تخدم التصويره بالكدا؟ اي حاجه معناها نحب نتعلمها كنت ديما نبربش على اليوتيوب، نكتب كذا كذا توتوريالز ولا اي حاجه نحب نتعلمها معناها نلوج عليها. في عظمة تلقاني نتلقى نديدي مثلا يلعب ولا حاجة، نتلقاني نتفرج على معناها توتوريالز وكل شيء كما قلت. معناها حاولت تستعمل اليوتيوب انه حاجة تعاونك باش تحاول تحسن من روحك، تحسن من الكاليتي متاع الفيديو بتاعك. سورتو زادا انت قلت لي ما عندكش معناها ماتريال قوي برشا انه يخليك تخدم، معناها الخدمة تولي على التحسين بتاع الايماج اكثر منه تجيك الايماج حاضره. واسكو انت توا ناوي ان ترد لكرياسيون دو كونتينيو خدمه وحدها؟ كرياسيون دو كونتينيو هي بطبيعتها خدمه وحدها، اما فما برشا ناس مازلت مش مستعرفه بها. كما مثلا عارش تلقاه يوتيوبر وفرد وقت يقرا سينما اوديو فيزويل حاجه. اي وانا معناها هني رفيق، معناها بالرغم اللي انت يوتيوبر هذا زيد علمك انك تمشي للفوتوغرافي، وقاعد تتبع فيك على انستغرام، عملت تصور محليهم القيروان، وزيد في المولد عملت فلوج حاول يعرف بالقروين، حاول تاخو معناها دي فيدباك من عند عبيد قاعدين يزوروا في القروين. وفيدي معناها اسكو الدواء انت قلت تحب تردها خدمة، اسكو الدولة اليوم تستعرف بها كخدمة؟ الدولة مش مستعرف حتى شيء صناعة المحتوى. كونش في دول عربية قليلة تلقى صناعة المحتوى ما تعرفين بها، وفي الأوروب زادة معناها مستعرفين بها، عندهم برشا في الأوروب. ديجا تلقاها مكتوبة معناها مهنة في بطاقة التعريف صانع محتوى. نتصور انه وين خدمة كصناعة المحتوى تخليك تخدم مع دي سبونسور من برا،
معناها نتصور دخل الدوفيز لتونس تخلص لتاكس عليه ما تتوقع انهم ما يمشيوش انهم يخليو كرياسيون دو كونتينيو خدمة وحدها. ما زالوا في بالهم عن الاوديو فيزيوال هي تلفزة وراديو وحكاية فارغة كما قبل، اما هي معناها مازال تطورت ولات دي بلاتفورم يوتيوب تيك توك انستغرام وفيسبوك. اي واسك تعرضت لشويه هكا بريسيون من عند العيله من عند المجتمع معناها بكونك انت يوتيوبر؟ اكيد اي واحد يواجه مشاكل. مره نذكر مره فيديو هبط نصور فيه في الشهر او الفيديو مش نسال العباد كل شيء يعني نعمل انترفيو مع الشركه مع العباد. مشيت نكلم العب نقول له نجم نحكي معك شوي، قال لي فاش تعملوا لعب صغار فك عليكم واضح معناها من الاول كانت راي المجتمع كان متشدد شوي عليك انهم معناها ما قبلوش فكره انه فما يوتيوبر صار محتوى في عمر 16 سنه قاعد يحاول يخدم قاعد يحاول يطور، ومعناها انه الخدمه هذه معناها وحدها نتصور معناها فيها برشا غير انه تعب في الخدمه فما زيدا شويه تعب نفسي خاطر انت مش تلقى برشا عبيد قبلك كانوا في الدومين هذا بويسكو مازال جديد معناها حاجه متطوره قاعدين معناها صعيب انك تلقى عبيد قاعدين يخموا انهم يخرجوا من طبيب ومهندس ومعناها الاعمال القدم اللي برشا تطيح مورال في الخدمه وبرشا مشاكل معناها نواجهوا فيها. وشنو تحب تقول معناها العباد اللي مازالوا مش مستعرفين بالكرياسيون دو كونتينيو كخدمه؟ بالعباد اللي مازالت مش مستعرفه بصناعه المحتوى لازم ينميوا شويه مخهم وقدراتهم الذهنيه وكل شيء، خاطر توا الناس الكل مستعرفه بها واي تلقى تحل تليفون تلقى محتوى على اي حاجه، محتوى تعليمي ترفيهي اي كوميدي. واسكو معناها توا فما عبيد بطبيعه قاعده تشجع فيك، عبيد شباب معجبين بيك بفكرتك، والعبيد هذا زاد نتصورها وقاعدين يحبوا يدخلوا للدومين الكرياسيون دو كونتينيو، اسكو انت تشجعهم انهم يدخلوا للدومين هذا؟ ومعناها شنو هي رسالتك ليهم؟ بطبيعه نشجع اي واحد يحب يدخل اي حاجه يحبها خاطر كتبع حلمته ينجح وحتى شيء ما هو مش واقف. وتوا قبل ما نخلطوا الختام حصتنا أعطينا ديديكاس كلمة الختام وخليوها لك. بكلمة الختام نحب نقول لأي عبد يحب حط حلمة في مخه يوصل لها مهما يصير يوصل لها مهما يصير. يعيشك فادي الفتناسي. توا نخلطوا لاخر حصتنا اليوم، كان معنا فادي الفتناسي 16 سنه يوتيوبر عنده 1200 ابوني عشان نتاعو. كان حكينا على صناعه المحتوى، المشاكل بتاع صناعه المحتوى في تونس وخاصه معناها في العالم. حكينا على صناعه المحتوى قديشها مهمه معناها توا ولات جزء اساسي من الحياه العاديه في البلدان الغربيه المتقدمه، ونتصور معناها ان شاء الله تونس تتخذ خطوه تسبق الوقت وانها نخلطوا مع البلدان المتقدمه. نتصور اليوم مستمعينا فهمتوا قيمه صناعه المحتوى، فهمتوا الانفلونس بتاع صناع المحتوى على شبابنا وحصولتوا حتى على المجتمع بتاعنا. كان معاكم حموده من وراء الميكرو، باي باي في حلقه جديده. شباب الحياة، المبادرات الشبابية والعمل الجمعياتي في شباب الحياة على الحياة فهم.